السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اهلا بكم وسهلا مع درس جديد من قناتكم الطيبه قناه الناس ودرس اليوم استكمالا لما قلناه في دروس الادب السابقه كان سبق معنا ان احنا بنتكلم عن عوامل النهضه الادبيه الحديثه ذكرنا منها الطباعة وذكرنا منها الصحافة أو الصحف والمجلات. النهاردة بنتكلم على عامل كمان من عوامل النهضة الأدبية الحديثة اسمه عامل البعثات. بعثات يعني حاجة خارجية. سؤال: كان للبعثات التي أوفدها محمد علي إلى الدول الخارجية يعني آثار جليلة في النهضة الأدبية الحديثة. السؤال هنا: تتبع مسيرة هذه البعثات مشيرا الى اثارها في هذه النهضه الادبيه يعني عايزين نفهم بس أنه محمد علي بدا نهضه ادبيه صحيح نهضه في الدوله كان من ضمن العوامل اللي عملها ومن ضمن الحاجات اللي عملها انه اوفد ناس لبر لكن عايزين نتعلم انه لم يحدث اتصال ثقافي ولم يكن بين مصر وغيرها من الدول اتصال حقيقي اتصال حقيقي نقصد بايه اتصال علمي يعني انما كان في اتصال بدليل انه كانت بتحتل لكن طول حكم الاتراك العثمانيين لم يكن هناك اتصال حقيقي بين مصر وبين غيرها لكن بمجيء الحمله الفرنسيه واطلاع المصريين على ما جاءوا به تغيرت الأوضاع تماماً فابتدوا يشوفوا يبقى في اتصال حقيقي ويشوفوا ايه اللي جابت اللي جاب جابت الحمله الفرنسيه معاها وبقى في اتصال بين مصر وبين اوروبا عن طريق البعثات وايه وعن طريق كمان الترجم محمد علي نفتكر انه كان عايز يقيم دوله قويه بس قوامها كان الجيش فشاف انه علشان يقوي بلده كان اقوى العوامل اللي يعملها انه يا اما يبعت ناس يا اما يجيب ايه ناس فكان شاف انه ياخد عن طريق العلوم والفنون الموجوده في دول بره يعمل ايه يعمل بعثات ويؤسس مدرسه علشان تعلم المبعوثين اللي هيسافروا ايه اللي هيسافروا بره يبقى اذا الاتصال الحقيقي كان عن طريق البعثات والترجمه في عهد محمد علي اللي هو حب يعمل دوله قويه قومها الجيش فشاف ان اهم العوامل اللي بتساعده انه ياخد عن الغرب ايه او دول الغرب العلوم والفنون اللي عنده يبقى ببساطه كده شديده لما نقول ايه دور محمد علي في النهوض بالثقافه نقول انه انشا مدرسه لتعليم المبعوثين اللغه الفرنسيه في باريس يعني هو ايه هو يروح هناك يدرس بالفرنساوي فهو بيعلمه فرنساوي قبل ما يسافر، كمان اوفد اول بعثة الى باريس وكان معظمها طبعا من غير المصريين، كان عددهم 44 طالب بس كان الامام بتاعهم ازهري اللي هو الامام ايه الشيخ رفاعه رافع الطهطاوي واللي كان له اسهام كبير جدا في تأسيس حركة الترجمة وفي تنشيط حركة الترجمة. لما رجع افراد البعثة رجعوا طبعا مزودين بثقافة واسعة في مختلف الفنون والعلوم، هم راحوا هناك درسوا تمام توالت البعثات إلى فرنسا وتخصصوا في فروع العلم والادب ودرسوا طب، درسوا كيمياء، درسوا فلسفه، درسوا كل حاجه بما في ذلك حتى ايه القانون يعني فابتدوا هم مش بس هم اتعلموا وابتدوا لما يرجعوا كمان ايه يألفوا ما تعلموه وما درسوه وما نقلوه او ما استطاعوا ان ينقلوه من علوم ايه من علوم الغرب فده كان سبب من اسباب النهضه الادبيه ايه الحديثه تمام يبقى انا عندي حركه ترجمه حركه التبادل الثقافي حلق حاجه اسمها التلاقح الفكري اللي حصل بينه وبين ايه اللي بين المبعوثين وبين الدول اللي راحوا طيب احنا عايزين نتكلم بالظبط على انه النهضه الادبيه الحديثه دي لما كان فيها بعثات وكانت بتترجم كان في صحيح اثر ليه اه طبعا كان ليها اثر فالمبعوثين اللي راحوا لما نحب نقارن بين اثر الترجمه وبين أثر غيرها نلاقي ان لها أثر كويس خالص فكان لها أثر انه المبعوثون او الناس المبعوثين اللي سافروا بره ألفوا كتب المبعوثون نقلوا آثار العلم والادب المبعوثون كان في تلاقح ثقافي وتلاقح أفكار السوريين واللبنانيين اللي جم مصر برضه كان لهم دور في ان هم ينقلوا المسرحيات والقصص والروايات الى اخره، حركه الترجمه برضه كان لها اثر عشان احنا بس بنقارن بين حركه الترجمه وحركه البعثات، كان لها برضه اثر عظيم في الادب العربي من ملامح ده او من المظاهر بتاعت ده انه تيار الفكر الغربي بدا يسري في تضاعيف الادب العربي شعرا ونثرا، يعني ايه بدا يسري في تضاعيف الادب؟ يعني الروح الغربيه بتاع الدول بره بدات تبان في الفاظ الشعراء في الفاظ الايه في الفاظ الادباء كمان بدات تظهر مدارس نقديه مختلفه عن المدارس المعتاده في ادبنا فيبقى في إيه في اتجاه جديد يبقى اذا الترجمه ادتنا من ناحيتين او افادتنا من ناحيتين الناحيه الاولى انه بدات الموضوعات او الفكر الغربي يظهر في اساليب الادباء الحاجه الثانيه انه ظهرت مدارس نقديه حاجه ثالثه كمان انه فنون النثر الحديثه فنون الكلام بدات تحاكي او تقلد ما يجري في الغرب فزي مثلا المسرحيات زي مثلا الروايات القصص المقالات فكل ده كان اثر مين اثر الترجمه يبقى يعني انا عندي اثر الترجمه اللي انتج لي كل الحاجات دي طيب ايه كان الغرض من الترجمه طبعا كان الغرض من الترجمه في بدايه الامر هو نقل العلوم التطبيقيه لو تفتكروا محمد علي كان بياسس دوله فكان كله هم انه يعمل ايه مهتم بالطب مهتم بالهندسه مهتم بالرياضه مهتم بالجيش فكان الهدف الاول من الترجمه او الغرض من الترجمه في بدايه الامر هو نقل العلوم التطبيقيه وبعدين حركه الترجمه توسعت وزادت شويه في عهد اسماعيل فراحت ايه؟ شملت الاداب وشملت <applause> الفنون وكان عندنا اكتر من مدرسه انشئت لهذا الغرض منها مدرسه الالسن عام 1836 ومدرسه دار العلوم التوفيقيه وكان في كمان مكتب للترجمه والتحرير. الحاجات دي لما انشئت اظهرت جدا واثمرت جدا حركه الايه؟ حركه الترجمه. طيب عايزين نتكلم على عامل كمان يعني خلاص احنا عرفنا مكتب دور الترجمه ودور البعثات، نتكلم على عامل كمان اسمه عامل اتساع نطاق التعليم. يعني ايه اتساع نطاق التعليم يا جماعه؟ يعني انا بتكلم في طباعه، بتكلم في صحافه، بتكلم في بعثات وترجمه، كل الكلام ده مش هيساعد على تاكيد اثره الا لما يكون في عندي تعليم واسع وتفتكروا حضراتكم ان كان في مدرسه واحده في فتره من الفترات مدرسه واحده وتفتكروا ان لما جه اسماعيل وسع ايه وسع المدارس لما جه في القرن 19 كان التعليم زي ما قلنا لسه في كتاتيب ولسه يدوب الازهر الشريف هو ده اللي كان جو التعليم او كان المظهر العام للتعليم في مصر كان كتتيب يدوب بتعلم الناشئه قرآن كريم وتحفظهم بعض المتون العلميه اللي بيحافظوا عليها وكان الازهر الشريف فيه يعني بصيص من نور كده في جوانب بيضيء الحياه العلميه اضاءه حتى شاحبه ما كانش اضاءه قويه ولا كان يعني تقدر تقول ان كان في حضاره متطوره انما كان هم دول اللي موجودين وهي دي الناحيه العلميه كان في البلد ساعتها لكن في عهد محمد علي بدا ينشئ المدارس بس اتفقنا انه كان مهتم بايه مهتم بالمدارس العسكريه وبعدين دراسه الطب فكان الهدف علمي بحت، ما كانش في حاجه اسمها أدبية. فالمرة الأدبية كان امتى؟ الأدبية بالرغم انه ما كانش مهتم بيها محمد علي قوي، لكن كانت بعثاته وكانت حركته في بناء البلد كان لها برضو مردود على الأدب من ناحيتين، الناحية الأولى إن البعثات اللي راحت بره اتصلت بالثقافة. الحاجة الثانية انه لما ترجم الكتب اللي بره ده معناه انه طوع اللغة العربية علشان تقدر تترجم كويس، يبقى معنى كده 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 استفدنا وكده كده الادب استفاد من الحركة بتاعة التعليم وحركة الترجمة والبعثات. انما لما جه الخديوي اسماعيل طبعا الدنيا اتغيرت لان الخديوي اسماعيل لما تولى حكم مصر سنة 1863 ما كانش فيه غير مدرسة ابتدائية واحدة بس. وكانت البعثات تم ايقافها، البعثات اللي كان طلعها محمد علي كان تم ايقافها في عهد سعيد وعباس فهو رجعها كمان، فكانوا كمان ال ال الوالي عباس او الخديوي عباس والخديوي سعيد كانوا قفلوا المدارس العاليه اللي كان انشاها مين؟ اللي كان انشاها محمد علي. ما عدا المدرسه الحربيه اللي هي كل شغلتها بتاعت الجيش. مصر كانت في ظل الظرف ده او في ظل المظهر ده كادت ترجع مره اخرى للوراء. ليه؟ لأن المدارس اتقفلت، المدارس العليا اتقفلت، والمظاهر الحضارية ومظاهر الالتقاء بالثقافة كله اتقفل، فالخديوي إسماعيل عمل على إيه؟ ابتدى يعيد الكلام ده مرة تانية علشان يرجع مصر للأمل، للعلم، للاتصال بغيرها من الدول. فعمل إسماعيل نهضة بالرغم انه كان له مساوئ برضه في حكمه لكن عمل نهضه سياسيه ونهضه اجتماعيه فعمل اعاد البعثات لسيرتها الاولى لدرجه انه عدد المبعوثين زاد اكتر من قبل كده كمان اعاد فتح المدارس العاليه اللي هي كانت هندسه وطب وزود عليهم كمان مدارس الحقوق أنشأ أول مدرسة للبنات، أنشأ أول مدرسة للبنات ودي ما كانتش موجودة كان اسمها المدرسة السيوفية، وبعدين ظهر عدد كبير من المدارس اللي هي بتهتم بالمهن، زي المدارس مثلا إيه؟ مدرسة اللي مدارس صناعية، زي مدرسة المساحة، مدرسة المحاسبة، مدرسة الزراعة، مدرسة العميان، مدرسة البكم، كل دي مدارس زودها الخديوي إسماعيل، وزود عدد المدارس لغاية ما وصل عددها 40 مدرسة. اضافه لكده الحكومه انشات عدد من المدارس الثانويه زي راس التين زي المدرسه الخدويه واعادت كمان مره ديوان المدارس يعني زي كده بمثابه وزاره التربيه والتعليم علشان يشرف ايه عليها. طيب عايزين نتكلم على حال التعليم في القرن العشرين يعني احنا دلوقتي خدنا التعليم اللي هو كان في عهد محمد علي التعليم في عهد الخديوي اسماعيل هل يا تري الصوره اختلفت شويه في القرن العشرين طبعا الدنيا اتغيرت لانه في القرن العشرين بس كان في بدايته كان فيه الاحتلال الانجليزي لسه موجود في مصر فما كانش التوسع في التعليم بالشكل اللي هو لكن إرادة المصريين كانت أقوى من أي احتلال دايمًا وده على مدى التاريخ كانت إرادة المصريين هي الأقوى فابتدوا يتجهوا ناحية العلم وناحية الأدب ومش بس الفكر اللي كان عند محمد علي اللي هو الحرص على إنشاء دولة فبيقوي مدرسة الحربية أو بيقوي الجيش لأ المصريين اتجهوا ناحية كل التخصصات المدرسة الحربية ومدرسة الطب ومدرسة العلوم والفلسفة والتاريخ والأداب كل, كل ده اهتم به المصريين وبدأوا يشتغلوا عليه لدرجة أنه الأزهر الشريف كان له فضل حتى في أغلب هذه التخصصات حتى التخصصات العلمية الدقيقة بالتالي احنا نسأل سؤال هنا عن الأزهر لما يتقال اذكر فضل الازهر الشريف في صيانه التراث العربي والاسلام مع ذكر بعض اعلامه من الكتاب والعلماء يعني ايه ذكر بعض اعلامه من الكتاب والعلماء يعني بنتكلم عن الازهر الشريف كمؤسسه كان دوره ايه في الحفاظ على التراث الاسلامي والعربي اثناء الفتره القديمه وبعدين نتكلم على بعض الرموز او بعض النجوم من رجال الازهر الشريف اولا عندنا في ايام الايوبيين وايام المماليك يعني ايام ايام الحكم العثماني كانت اغلقت المدارس شبه نقول شبه تماما اغلاق تعمل المدارس ولم يكن هناك بصيص من نور الا في هذه المصابيح الضئيله الخافته اللي هي موجوده في حلقات العلم والدرس اللي موجوده في الجامع الازهر اللي بيدرس فيها بعض المتون وبيحفظ فيها قران كريم لكن صحيح المصابيح دي اللي هي اللي كانت في الازهر ما كانش بيعلم علوم دينيه ولغويه بس انما كان بيعلم برضه فلسفه وكان بيعلم طب وكان بيعلم كل العلوم لدرجه انه شمل كل التخصصات لكن كان برضه ايه كان ضعيف كان ضعيف لكن تعالوا نشوف هو فعلا اثر ازاي الازهر وعلمائه في النهضه الحديثه اثر ازاي بخلينا اقول لكم انه التاثير كان واضح جدا من خلال العلوم الكثيرة المتنوعة اللي كان بيتناولها في حلقات العلم فيه فهو ما اقتصرش على اللغة والأدب زي ما قلنا إنما علم فلسفة علم حتى الفلك علم رياضة علم كل العلوم اللي قدر يعلمها ولسه لغاية النهاردة عندنا مخطوطات موجودة بتشهد بأن الأزهر الشريف كان سبب في هذه النهضة لأهل مصر والعالم كله طب نسأل سؤال كده لما نقول ارتبطت عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث بالأزهر الشريف اشرح هذه العبارة بإيجاز نتكلم عنها إزاي نتكلم عنها أنه في العصر الحاضر كان علماء الأزهر الشريف دور كبير جدا في كل مجال مش بس في اللغة العربية والعلوم الدين إنما كانوا في كل مجال مثلا لما نتكلم على أنه أول مدرسة للترجمة اللي هي مدرسة الإدارة والألسن كان اللي مقيم عليها مين أو كان المشرف عليها مين كان رفاعة الطهطاوي يعني اذا رفاعة الطهطاوي وهو ازهري كان مشرف على اول مدرسه للترجمه اللي هي الاداره والالسن، يعني لما نقول ان الازهر الشريف كان له دور في الترجمه يبقى احنا صادقين، نقول كمان الازهر الشريف كان له دور في الصحافه، ازاي؟ في عهد محمد علي لما اصدر الجريده بتاعته اللي هي هي جورنال الخديوي راح لمين؟ لجأ الى الازهر ليشرف عليها الشيخ حسن العطار، يبقى الشيخ حسن العطار اللي كان ساعتها شيخ الازهر كان مشرف على جورنال الخديوي وكان بيعاونه مجموعه من علماء الازهر يبقى كان الازهر له دور في الصحافه نتكلم كمان على انه الازهر وطلاب الازهر والشيوخ الازهر كان لهم كمان اثر كبير في مراحل تطور الصحافه يعني ايه تطور الصحافه لما كان في مجله اسمها مجله اليعسوب ودي مجله طبيه صرفه مجله علميه صرفه وتطورت وحوروها وزودوا عليها وخلوها بدل ما هي مجله طبيه زودوا فيها ادب زودوا فيها فكاهه زودوا فيها لغه يبقى اذا كان لهم اثر كمان في تطور الصحف كان للشيوخ الازهر اثر في في كل ايه؟ في كل المجالات سواء في الترجمه او سواء في الصحافه او سواء في تنوع الايه؟ الصحافه، يبقى احنا نقول انه علماء الازهر في العصر الحديث اللي كان يعني كل علمائهم وكل مشايخهم كان لهم اثر طيب في النهضه الادبيه الحديثه يظهر ده من خلال ايه؟ من خلال ان بعض العلماء الازهريين زي الشيخ حسن العطار مثلا ده كان وقف في مره من المرات يدافع عن علم التشريح. تخيلوا حضراتكم لما يدافع عن علم التشريح وده علم يعني بيقول ان هو يعني بعيد الصله عن العلوم اللغويه والشرعيه، لكن ده نفهم منه ان الازهر كان مدرسه منفتحه على كل العلوم، وكان له دور قوي في ايه؟ في بدايه نهضه طيبه في العصر الحديث. كمان بعض علماء الازهر اشتغلوا مدرسين في المدارس اللي انشاها محمد علي، يعني مثلا مدرسه العلوم. الأشياء محمد علي كان اللي بيدرس فيها من الازهر من طلاب الازهر ومن اساتذه الازهر لما محمد علي محمد علي عمل نظام البعثات وانشا دواوين كان ايه اللي حاصل في الدواوين وفي النظارات كانوا اصحاب المناصب الكبيره اللي فيها كانوا برضو الازهريين لما عمل بعثات بره بدأ إيه بعد بدا يبعث بعثات علشان تتعلم علوم الغرب ويجي يطبقها في مصر، كان طلاب البعثات من المصري طلاب البعثات اللي من المصريين كانوا من الازهر لدرجه انه كان الامام بتاع البعثه اللي هو الشيخ المعروف الرفاعي رافع الطهطاوي. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على رمز من الرموز ما دام احنا وصلنا انه الازهر كان له دور في نقل المعارف ونقل الخبرات ونقل المهارات من دول الغرب لمصر، ناخد مثال علشان نفهم بالتحديد هو مين وكان دوره ايه وكان بيعمل ايه طبعا الامثله كثيره جدا الشيخ رفع الطهطاوي ومحمد علي ومحمد عبده والامام البقلي وغيره وغيره، لكن احنا هنقف عند الشيخ محمد عبده تحديدا لانه لما بيتقال بيتقال عنه رائد من الرواد، فعلا محمد عبده كان رائد من الرواد. عايزين نتكلم النهارده عليه ونتعرف على حياته، نتعرف على ميلاده، نتعرف على تعليمه، نتعرف على اثره على تلاميذه، على كتبه، نعرف بالظبط محمد علي محمد عبده كان بيعمل إيه. محمد عبده ده احد رموز التجديد في الفقه الاسلامي ناخد بالنا من حكايه احد رموز التجديد في الفقه الاسلامي وكان احد دعاه النهضه والاصلاح في العالمين العربي والاسلام تمام التقى طبعا باستاذه المشهور المعروف اللي هو جمال الدين الافغاني واسسوا مع بعض حركه فكريه طيبه وجريده مشهوره وكان ده مرتبط باحداث معينه هنقولها لحضراتكم دلوقتي. خلينا الاول ناخد مولد محمد علي كان فين ونشاته العلميه كانت ازاي واهم الاعمال اللي عملها واهم الاصلاحات اللي نادى بيها محمد علي اسمه محمد ابن عبده ابن حسن خير الله نسبه الاب تركماني يعني ما هوش مصري لكن الام كانت مصريه تنتمي الى قبيله بني عدي وكان مولود اتولد في سنه 1849 في قريه محله نصر بمركز شبرخيت في محافظه البحيره يبقى اذا الراجل ده كان ابوه تركماني وامه كانت مصريه من قبيله بني عدي واتولد سنه 1849 فين في شبرخيت في محافظه ايه البحيره طبيعي لما احنا قلنا ان التعليم في الوقت ده ما كانش غير يدوب في الجامع الازهر فطبيعي الولد النابه ده وهو صغير التحق بالجامع الازهر وتتلمذ او تعلم وتربى على ايد الشيوخ الازهر المحترمين اللي كان من اهم الشيوخ المؤثرين في حياته الشيخ حسن الطويل والشيخ درويش الصوفي خد الشهادات بتاعته من الازهر الشريف لدرجه انه خد الشهاده العالميه واشتغل بعدها مدرس للتاريخ مدرس ادب ومدرس تاريخ اللي حصل بعد كده طبعا هو كان شاب فكان اشترك في الثورة العربية يعني كان أحد رجال الثورة العربية صحيح أنه هو كان وقف منها في الأول موقف المتشكك يعني كان شاكك في نواياها كان شاكك في مسارها لأنه ما بيحبش الصدام بيتبنى المنهج الإصلاحي فما بيحبش التصادم فكان بيتشكك فيها في الأول لكنه بعد كده كان من أحد إيه من أحد رجالها لما فشلت الثورة العربية طبعا طم الحكم عليه بالسجن وتم النفي إلى بيروت نفوه من مصر إلى بيروت قعد في بيروت ثلاث سنوات وبعدين مشي من بيروت بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغاني رح سافر لباريس بعد الدعوة بتاعة أستاذه جمال الدين الأفغاني أسسوا مع بعض صحيفة اسمها صحيفة العروة الوثقة في سنة 1889 بعد ما حرك هو وأستاذه يعني حركة فكرية بهذه المجلة في سنة 1889 رجع مرة تانية لمصر بس رجع تاني مصر لمصر ليه؟ رجع لان الخديوي توفيق واللورد كرومر اصدروا عنه عفو يعني خلاص قالوا احنا نعفو عنك وترجع من بيروت لمصر بس لنا شرط انك لا تمارس السياسة مرة اخرى يبقى سنة 1889 رجع محمد علي مرة تانية من منفاه او رجع محمد علي لمحمد عبده من بره لمصر بس كان اشترطوا عليه انه لا يمارس ايه السياسه اول ما رجع مصر اشتغل بالتدريس لان عنده علم بيطلعه كراجل ازهري وبعدين تم اختياره لمنصب المفتي سنه 1899 كان اول مفتي للديار المصري وبعدين اصبح عضو بمجلس الاوقاف الاعلى وبعدين عين كمان عضو بمجلس الشورى واسس ساعتها جمعيه احياء العلوم العربيه لنشر المخطوطات وفي سبيل ذلك زار كثيرا من الدول العربيه والاوروبيه، لما نقف عند الحكايه دي شوف هو المناصب اللي تقلدها ايه وشوف ازاي كان فكره وشوف حتى الجمعيه اللي اسسها اسس جمعيه اسمها ايه؟ احياء العلوم العربيه، كل همه انه يصلح او يعيد نشر المخطوطات اللي الناس ما تعرفش عنها ايه حاجه. طب عايزين نتكلم عن التجديد الفقهي بتاعه. يعني هو خلاص إحنا عرفنا وظيفه وعرفنا أعماله اللي تولاها نتكلم عن تجديده الفقهي هل عنده كان عنده فعلا تجديد فقهي زي ما بتقال إنه مجدد وإنه راجل بارع في التجديد ولا ما كانش آه طبعا يعد الإمام محمد علي لما نتكلم عن تأثيره الثقافي يعد الإمام محمد عبده من أبرز المجددين في الفقه الإسلامي في العصر الحديث واحد كمان من أهم دعاة الإصلاح ومن أعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة طب الكلام ده يتاكد لنا من خلال ايه اولا هو اسهم بعلمه ووعيه واجتهاده في تحرير العقل العربي من الجمود اللي اصاب الامه لعده قرون يعني الامه كانت في سبات ما كانتش بتنتج علميا ما كانتش بتتحرك ما كانتش شايفه غيرها لكن محمد عبده بعلمه وباجتهاده وبفكره قدر يحرر العقل العربي من هذا الجمود كمان نقدر نقول انه شارك في ايقاظ وعي الامه نحو التحرر وبعث الوطنية نحن مش لسه متكلمين على أنه كان في الثورة العربية وتم نفيه كمان بسبب هذه الثورة يعني إذا كان هو ليه دور, دور كبير كمان في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر وبعث الوطنية وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم حب كمان يخلي المجتمع متطور ومساير لهذا التطور في كل النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية دايما كان من ضمن يعني اجتهادات محمد عبده انه كان بيدعو لنشر التعليم الصحيح بين افراد الشعب وكان بيستخدم الصحافه بتاعته احنا قلنا انه اسس مع استاذه جمال الدين الافغاني جريده اسمها العروه الوثقى فكان بيستخدمها في محاربه الفساد وايقاظ الوعي القومي كان بيناهض الاحتلال الاجنبي بكل اشكاله كان بيحث ويشجع على الاصلاح ويوثق الروابط بين الشعوب الاسلاميه كان محاولته الاكبر كمان انه الكتاب في كل المجلات والادباء والشعراء يتخلوا عن الاساليب الركيكه الاساليب اللي هي مهتمه بالصنعه اللفظيه ويخلوهم يتحرروا شويه وكان بيهتم باختيار الكتاب وكان بيستقبح حتى في الصحف ان الاسلوب اللي هو يعني الضعيف او الاسلوب المنحط وكان بيلزم اصحاب المجلات واصحاب الجرائد ان هم يختاروا الكتاب اللي اصحاب مستوى عالي. طبعا مش هنقول انه محمد عبده كان اثره ضعيف ابدا محمد عبده كان اثره قوي رواد النهضة كلهم تأثروا بمحمد عبده زي عبد الحميد بن بديس ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي كل دول تأثروا بأفكار محمد عبده طب خلينا نتكلم عن اهم المؤلفات اللي تركها محمد عبده في وهي لها اثر موجودة فينا اهم المؤلفات اللي تركها محمد عبده رسالة التوحيد الرد على هانوتو الفرنسي العروه الوثقه واحنا قلنا ان العروه الوثقه دي مجله اصدرها بمعاونه او بت يعني بصحبه الاستاذ جمال الدين الافغاني كمان شرح نهج البلاغه كتاب اسمه الاسلام والنصرانيه بين العلم والمدنيه رد بيه على ارنست رينان يعني اذا كان له مجموعه من الكتب طبعا مش دول بس دي اهم المؤلفات اللي تركها محمد عبده وطبعا التفسير المشهور اللي هو اكمله بعديه تلميذه محمد رشيد رضا طيب مين اهم تلاميذه اللي محمد عبده أثر فيهم وترك فيهم يعني أثر طيب واستطاعوا أن هم ينقلوا أفكاره ويجددوا بعده حافظ إبراهيم الشعر المعروف سعد زغلول ولو قلنا كمان أن كان من ضمن تلاميذه شيوخ أزهر يعني شيخ الأزهر مثلا المراغي مصطفى عبد الرازق شيخ العروبة شيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعني اللي لا تخفى جهوده قاسم امين ومحمد رشيد رضا وسعد زغلول كل دول كانوا من ضمن تلاميذ من اهم تلاميذ لان تلاميذه كانوا كتير دول من اهم تلاميذ محمد عبده. للاسف الله عز وجل توفى وقضى بالوفاه على محمد عبده عام 1905 توفي في الاسكندريه بعد معاناه طويله مع المرض. عن سن 57 سنه وتم دفنه بالقاهره وطبعا الشعراء تم يعني رثائه زعلانين عليه وحزنين عليه فيعني كان من ضمنهم شاعر النيل حافظ ابراهيم وهو تلميذه زي ما قلنا قال كان يعني بيت كده مشهور هنقوله معروف قال بكى الشرق بكى الشرق فارتجت له الارض رجة وضاقت عيون الكون بالعبرات يعني يقصد انه لما مات محمد عبده ضاقت عيون الشرق يعني الشرق كله بيبكي وزعلان وحزين على مين على محمد عبده دلوقتي نقدر نتكلم على انه الشعر والادب ما دام اثر فيه كل هذه العوامل من طباعه وصحافه واتساع دور تعليم واظهر شريف ورجال الازهر الشريف بما لهم من مؤلفات ومن لهم من تلاميذ وافكار كل ده ادى الى نهضه ادبيه حديثه لدرجه ان احنا وجدنا في العصر الحديث مدارس للشعر يعني ايه مدارس للشعر يعني ما هوش الاسلوب الوحيد المستخدم لا ده احنا عندنا مدارس للشعر فعندنا مدرسه مثلا مدرسه مشهوره جدا في الشعر اسمها المدرسه الكلاسيكيه أو مدرسة اسمها المدرسة الإحيائية أو مدرسة المحافظين أو مدرسة الديوان أو مدرسة أبولو كل دي اسمها مدارس وحضراتكم هتقرأوها في الكتاب بتاعكم وتحاولوا تحرروا تعرفوا كل مدرسة مين أهم روادها كل مدرسة إيه أهم خصائصها كل مدرسة كانت إيه بتهتم بإيه وبتشتغل عليه ناخد مدرسة من المدارس دي على وجه السرعة نتعرف فيها على ايه مدارس الشعر اللي كانت موجوده من اهم المدارس كان مدرسه الاحياء والبعث مدرسه الاحياء والبعث ولما نقول مدرسه الاحياء والبعث ده معناه انها مرتبطه مباشره بالشاعر محمود سامي البارودي اللي احنا ممكن ناخد له ان شاء الله نموذج علشان نتعرف على شعره عن قرب مدرسه الاحياء والبعث دي اللي هي كانت بتحيي الشعر يعني بتحاول احياء الشعر ل الشعر القديم للطريقة القديمة فمثلا اصطلح النقاد احنا قلنا عليها على مدرسة الإحياء بيسموها المدرسة الكلاسيكية لأن هي بتحاول ترجع الشعر الحديث للشعر القديم بتحاول تحذو حذو يعني بتحاول تعمل زيه طيب المدرسة الإحياء دي أو المدرسة الإحياء والبعث البعث كان أشهر روادها مين قلنا محمود سامي البارودي طيب ما الشعر كان قبل مدرسة الإحياء كان إيه يعني لو قلنا أن مدرسة الإحياء دي بتحيي الشعر وترجعه للقديم طب أمال هو كان قبل مدرسة الأحياء كان شكله إيه؟ لأ ده كان قبل مدرسة الأحياء كان الشعر غارق في الحلية اللفظية والمعنوية. يعني إيه غارق في الحلية اللفظية والمعنوية؟ يعني كان كل هم الشعراء إن هم يزينوا الكلام ويزينوا الألفاظ بغض النظر بقى عن المعاني وبغض النظر عن الأساليب وبغض النظر عن الموضوعات وبغض النظر عن الوزن والقافية هو كل كل الموضوع انه مهتم بزينة لفظية الحقيقة يا جماعة المدرسة الحياة والبعث مدرسة طيبة لمحمود سامي البارودي لها من اهم الخصائص انه جدد في الفاظ الشعر في افكار الشعر في حتى في انواع الاساليب اللي استخدمها حتى في الموضوعات حتى في البحور كان المدرسة فعلا احيت الشعر من جموده ومن انغلاقه على الصنعة اللفظية طبعا دي مش مدرسة وحيدة بس في النهضة الادبية انما كان في عدة مدارس كل مدرسة زي ما قلت لحضراتكم لها خصائص ولها اصحابها روادها وليها اثرها في الادب لازم تهتموا بالكلام ده كويس وتذاكروا كويس ونتمنى لكم وهذه امنيه من جميع العاملين في قناه الناس النجاح والتوفيق ودمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته